بدوره ثمن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد قناوي بالدعوة لإنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب. جاء ذلك على هامش انعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. الحقيقة كون أنه مشروع قانون بالأهمية دي يتبعت للحوار الوطني فده أولا تقدير كبير للقائمين على الحوار الوطني والمشاركين فيه، والحاجة الثانية بيعكس جدية من الدولة في أنها تاخد مخرجات الحوار الوطني بعين الاعتبار، فدي نقطة في منتهى الأهمية. وهو كده كده في الآخر بعد الملاحظات اللي هتتحط عليها هيروح لمجلس الشيوخ والنواب عشان يتم إقراره. بالنسبة لموضوع مشروع القانون، فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب دي مسألة كبيرة ومهمة جدا وكنا مفتقدينها، لأنه الحقيقة كان المعني أكتر بالتخطيط للعملية التعليمية هي الوزارة نفسها، إن كان وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي.